ولد لبنان كما يعرفه العالم اليوم إثر تقاسم الحلفاء المنتصرين في الحرب العالمية الأولى مناطق نفوذ الإمبراطورية العثمانية. وقام الحلفاء عام 1920 بوضع لبنان تحت الوصاية الفرنسية وتوسعة رقعته الجغرافية باقتطاع أجزاء من سوريا. جمع لبنان عدة طوائف في بوتقة واحدة، منها المسيحيون الموارنة والأرثوذكس والأرمن والمسلمون السنة والشيعة والدروز والعديد من الطوائف الأخرى. أجبرت باريس عام 1943 على منح لبنان استقلاله نتيجة نزعة اللبنانيين الاستقلالية تدعمها حكومة وينستون تشرشل في لندن. كترو دوغول عملوا تصريح أنه حتما بس تنتهي الحرب نحن نتنازل عن الانتداب يعني وبتاخذ استقلالكم. يظهر أنه رياض صلح بشار أخوري شافوا فرصة مناسبة دولية فأقدموا على تعديل الدستور اللي ألغى الانتداب من الدستور. هنا لسوء الحظ يعني السلطات الانتداب أساءت التصرف طبعا، بس كانت يعني سوء التصرف في اللبنانيين، فاعتقلوا الشيخ بشارة ورياض الصلح والحكومة وسجنوهم برشاية هون. وهيدي يعني أنا برأيي الانتفاضة الشعبية اللبنانية يلي اجتمعوا فيها المسلمين والمسيحيين، يعني النجادة والكتائب توحدوا والنساء المسلمات والمسيحيات صار يعملوا تظاهرات. يعني بالفعل أنا ممكن عمري 12 سنة مرقت بالبلاد 15 يوم جو وطني على أعلى ما يمكن. فهيدا طبعا جسم برأيي أنا يعني صحة التقاء المسلمين والمسيحيين طبعا برموزهم يومتها بالحكومة اللي يعني بشار أخوري ورياض الصلح والحكومة اللي معه. يعني اتفق رئيس الجمهورية المنتخب بشار الخوري مع رئيس حكومته رياض الصلح على صيغة تراعي الحساسيات الطائفية في البلاد، وعلى أن تكون رئاسة الجمهورية للمسيحيين الموارنة ورئاسة مجلس النواب للمسلمين الشيعة ورئاسة الوزراء للمسلمين السنة. وطالت التعيينات الموزعة طائفيا معظم الوظائف الحكومية الرئيسية في البلاد. عرف اتفاق الخوري والصلح بالميثاق الوطني، وكان اتفاقا لم يدون على ورق. وهكذا تأسس لبنان كما نعرفه اليوم بصيغة تسوية طائفية شفهية مؤقتة، فتقرر بموجبها أن يكون لبنان بلدا عربي الوجه ومستقلا في سياساته الخارجية. أما الترجمة العملية لهذه الصيغة فتمثلت بتخلي المسلمين عن مطلبهم الدائم بالوحدة مع سوريا مقابل تخلي المسيحيين عن رغبتهم في الحماية الأجنبية. كيف يمكن أن يتلخص روح في نص؟ روح هو نوع من تعاقد ضميري على أن لا يترك الواحد الآخر. أهم ما في الميثاق أنه حرص على أن يكون روحا ولم يضع في التفصيلات، اكتفى بخطوط عامة هي أن يكون لبنان بلد مستقل بحدوده الحالية ومتفق مع البلاد العربية ومتجه لما فيه خيره وخيره. اعتبر كثيرون الميثاق الوطني ركن الزاوية الذي يستمد منه لبنان قدرته على البقاء، ولكن من الضروري تدعيمه وإلا فستواجه البلاد مشاكل مستقبلية. الميثاق الوطني منه كافي بحد ذاته حتى يأمن الغي المتوخيت من وراء إنشاء دولة وتحقيق أهداف مشتركة وكذا وكذا. ولكن بعتقد أنا أنه بالمرحلة اللي حصلت فيها العملية كان أكثر شيء ممكن الوصول له هو الميثاق الوطني. وبعتقد أنه السياسيين اللي تصوروا الميثاق الوطني كان عندهم رؤية وكان عندهم بعد نظر وتوفقوا بهالصيغة، لأنه ما بعتقد أنه كان في غيرها ممكن تضمن في ذاك الوقت التماسك والوحدة نحو أهداف. ولكن بشرط يبقى عالي بذهننا أنه الميثاق الوطني هو نقطة انطلاق ومحطة بحد ذاته، ممكن يكون
المبتغى. لقد ولد الميثاق في حض الديمقراطية، هو والديمقراطية هما الحصانان اللذان يجران عربة التقدم في لبنان. إذا كان لبنان رغم كل ما هو فيه من مشاكل يعتبر قطعة متألقة من البلاد العربية، فهذا التألق ناتج عن أن للبنان حصانين، واحد اسمه الديمقراطية والثاني اسمه الميثاق الوطني، وجدلية دائمة بين هذين الأمرين. عام 1952 أطاحت ثورة وصفت بالبيضاء بالرئيس الخوري عندما بلغت موجة الاحتجاجات ضده أوجها بعدما كثرت الاتهامات له بالفساد ومحاباة الأقرباء، فخلفه كميل شمعون في رئاسة البلاد. وفي هذا العام أيضا أطل ضابط شاب على العالم العربي، فأصبح خلال العقدين المقبلين بل وأكثر من ذلك بقليل القائد الرمز لملايين العرب. لم يكن لبنان بمعزل عن هذه الأحداث، فكان بسقف حرياته المرتفع إقليميا والتي أملتها عليه صيغته التوافقية أرضا خصبة للتأثيرات الإقليمية والدولية. وكان العالم في هذه السنوات يشهد احتدام الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وانقسم العالم العربي إزاءها، فبرز تياران في المنطقة، أحدهما ثوري رفع شعار الوحدة العربية، والآخر ألقى بثقله مع الغرب معتبرا إياه الطرف القوي الذي يستطيع حماية الأنظمة التقليدية من نار الثورة وخطر المد الشيوعي. وفي محاولة لاحتواء الشيوعية رعت واشنطن في ربيع عام 1954 معاهدة صداقة وتعاون بين تركيا وباكستان، شكلت الحجر الأساس لما عرف لاحقا بحلف بغداد بعدما انضم العراق إليه. جاء أول رد فعل عربي على قيام حلف بغداد من مصر التي أعلنت معارضتها لأي تحالف خارج إطار جامعة الدول العربية، بينما كان الرئيس اللبناني شمعون يميل ضمنا إلى المعسكر الغربي. وقام عام 55 بزيارة أنقرة، وأعلن البيان الختامي لزيارته أن سياسة لبنان وتركيا متطابقة على الصعيد الخارجي، إلا أنه رفض دعوة وجهتها تركيا للبنان لدخول حلف بغداد، وكذلك فقد رفضت بيروت الانخراط في حلف الدفاع العربي الذي رعته مصر وانضمت إليه المملكة العربية السعودية وسوريا كبديل لحلف بغداد. اندلعت الحرب عام 1956 عندما أمم جمال عبد الناصر قناة السويس، فصفق له مؤيدوه كثيرا، وثارت ثائرة بريطانيا وفرنسا، وما لبثتا أن أعلنتا الحرب عليه تشاركهما إسرائيل. حاول الرئيس شمعون لعب دور وفاقي، فدعا إلى اجتماع طارئ للدول العربية في بيروت عقب انسحاب القوات الإسرائيلية والبريطانية والفرنسية من الأراضي المصرية، إذ أجبر التهديد السوفيتي باستخدام الأسلحة الذرية ضد المعتدين، والغضب الأمريكي أجبر القوات الغازية على الانسحاب. كميل شمعون طبعا ككل شخص يعرف الوضع في لبنان ويعرف الوضع في الدول العربية، يعرف أن لبنان لا يمكن أن يبقى ساكتا بينما الدول الأجنبية تعلن حرب على مصر. وما أدراك ما مصر بالنسبة للإنسان العربي؟ مصر اللي هي قطب الرحى في الأمة العربية، مصر هذه تتعرض لحرب لأنها أممت قناة تملكها هي بالأصل. ولكن ما فسر بمهارة شمعون على التعامل مع الأزمة
قوبل بمعارضة المسلمين الذين لم يرق لهم رفضه قطع العلاقات مع لندن وباريس. خرج عبد الناصر من هذه الأزمة منتصرا، ووجدت بعض الدول العربية شعبيته المتزايدة تهديدا لأنظمة لا تشاطره المسلك الوحدوي الذي بدأ يدعو إليه ويلتزم به أكثر فأكثر. وتسارعت وتيرة الأحداث، فعام 1957 أبصر مبدأ أيزنهاور النور عندما قدم الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور مقترحات إلى الكونغرس كانت في الواقع سلسلة إجراءات تسمح لأمريكا بالتدخل عسكريا إلى جانب أي دولة تطلب منها ذلك لمواجهة النفوذ السوفيتي. وبينما وقفت المعارضة في لبنان ضد مبدأ أيزنهاور، صدر بلاغ لبناني أمريكي مشترك أعلن لبنان من خلاله قبول مشروع أيزنهاور. فقد اعتبر الرئيس شمعون الذي أخذت طروحات الرئيس المصري تثير قلقه أن هذا الميثاق أعطى ضمانات لاستقلال لبنان لا يمكن أن توفرها الأمم المتحدة. ولكن المعارضة اللبنانية للرئيس شمعون لم ترتكز على الوقوف في وجه سياسته الخارجية فقط، فقد كانت هناك مطالب داخلية منها زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن مجلس النواب كان مواليا للرئيس شمعون فأقر قانون الانتخاب الذي تقدمت به الحكومة. هيدي يلي تطين بلي لو توقفت المسألة عند نظرية إيزنهاور، مبدأ إيزنهاور وكذا وزيارته لأنكرة، كان ممكن الواحد يلاقي له عدة مخارج. وإنما وقت يلي اقترنت هالتصرفات بانتخابات 57 ومحاربة طيارات معلومة بتنتمي كلها إلى التيار الناصري وشخصيات معروفة بلبنان، هيدا بطبيعة الحال أزم الأمور. لولا هالشي هيدا بعتقد كنا تحاشينا وفرنا على حالنا أحداث سنة 58. تنامت المعارضة للرئيس شمعون وحصلت مظاهرات مناوئة للحكومة اتسمت في أحيان كثيرة بالعنف. هذه المعارضة بدأت وقد شعرت أن الانتخابات أدت إلى إبعادها كليا، ووسط الحديث عن حلف بغداد آنذاك وانخراط الرئيس شمعون في هذا الحلف وهو محور أمريكي بريطاني في منطقة الشرق الأوسط آنذاك، وجدت من الضرورة الانتقال من المعارضة البرلمانية لأنها لم تصل إلى هذا البرلمان إلى المعارضة الشعبية. فبدأت حملة من التظاهرات وحملة من الاحتجاجات، توجت آنذاك بتظاهرة كبرى وصلت إلى منطقة الحرش في بيروت أو ما يسمى الآن بمستشفى البربير أمام مدارس المقاصد، وهناك جرى صدام ما بين قوى الأمن وبين المتظاهرين. وأذكر أن أحد الضباط وكان برتبة ملازم انهال على الرئيس صائب سلام بالضرب فأدماه رأسه. أجريت الانتخابات النيابية في ذلك العام وسط أجواء مشحونة يشوبها الكثير من التوتر، وكانت نتيجتها حاسمة لصالح الرئيس شمعون. ورغم شعبيتهم الواسعة خسر معظم أقطاب المعارضة، ومن بينهم كمال جنبلاط وعبد الله اليافي وصائب سلام وأحمد الأسعد مقاعدهم، فتعالت الأصوات التي اتهمت الحكومة بالغش والتزوير. سواء زوروا أو ما زوروا، المهم أنه سقطت رموز المعارضة، وطبعا تتهم الرئيس شمعون يومتها أنه عمل هذا المجلس لكي يجدد الرئاسة. فهنا نشأت المعركة مفتوحة، صارت هالقوانين فصلت بشكل يعني معين يخدم مصالح الدولة، ولكن ما كان هذا وحده كافيا لأن يسقط كل هؤلاء، لولا أن هناك تدخلا من قبل الدولة حصل أثناء الانتخابات. فالانتخابات كانت غير موفقة
في نتائجها، لأن هناك كثيرين من الأشخاص المحبوبين وأصحاب الشعبية الواسعة بقوا خارج مجلس. كمنت أهمية مجلس النواب الجديد في أنه كان سينتخب الرئيس العتيد إثر انتهاء ولاية شمعون في العام المقبل 1958، واتهمت المعارضة الرئيس بأنه يسعى إلى تعديل الدستور ليتمكن من الترشح لولاية رئاسية جديدة. لم يقل أبدا أنه يريد أن يجدد، وكان حريصا دائما على أن تبقى هذه النية. حركة لبنان وحدة